الأول كمان قبل قصة شيرين يا أحمد، هي فعلا شيرين اتخطبت؟ شيرين يعني اتخطبت، حكاية الخطوبة دي برضو عليها علامة استفهام، لأن برضو مش أكيدة، يعني ما فيش تمام. حد طلع قال إن هي أو هي نفسها طلعت وقالت إن أنا اتخطبت، يعني كله دي إشاعات. إشاعات. اوكي، طيب ايه موضوع التسريب وايه فعلا شيرين تطلع بيان؟ والله بصي، حكاية التسريبات دي أنا ببص لها إن هي تسريبات، يعني مين اللي ورا التسريبات؟ قبل من التسريبات، التسريبات صحيحة واتسربت فعلا من تليفون حسام حبيب، مين بس اللي سربها؟ مين اللي سربها؟ أعتقد اللي سربها هو شخص كان يعني بيتلقى يوميا عشرات التليفونات اليومية من شعراء وملحنين وموزعين عايزين شيرين عبد الوهاب، وفجأة انقطعت هذه الاتصالات، فبدأ يشعر هذا الشخص بهذيان، وبدأ يشعر هذا الشخص ان هو معدوم لا سامحي، ما فهمتش. يعني شخص، ما انا برضو مش عايزه يعني عشان ما وصلتش للمحكمه، ما حدش لا 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 يحاكمنا. لا انا لا 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 ما مش سكتنا، بس اقصد عايز افهم يعني حد. حد يعني اللي ورا التسريبات ده، حد زي ما قلت لحضرتك، هو كان بيتلقى كل يوم اتصالات، عشرات الاتصالات اليوميه عايزين المطربه شيرين عبد الوهاب، وفجاه انقطعت هذه الاتصالات، فاصبح فشعر بالوحده وحس ان هو يعني ملوش بقى قيمه، مهمل. في الحياه، فبدا ايوه يثير الجدل حوالين نفسه مجددا حتى يشعر باهميه نفسه وان هو موجود بقوه في الساحه الفنيه. لكن للاسف الشديد هذه التسريبات هتروح، لان كلها معروفه ان هي مش حقيقيه، لان مش معنى ان مثلا انا كزوج اهل زوجتي ما كانوش راضيين عني، فانا بالتاكيد ببقى شايل ان انا من ناحيتهم في غصاصه في القلب، او بحس من ناحيتهم ان هم مش حابيني وانا مش حاببهم، فابدا اردد الكلام. لكن هل هذه الكلام حقيقي؟ انا سالت الامانه اقرب الناس الى عائله شيرين، كلهم اشادوا بعيله شيرين، كلهم قالوا ان اخو شيرين حد رائع جدا وحد محترم ومؤدب جدا، ووالدتها نفس الحكايه، وبالتالي وبالدليل والدليل ان اخو شيرين هو اللي انقذها من اللي كانت فيه من ازمتها الكبيره، وهو اللي وقف جنبها وخدها للمستشفى وتحمل كل اللي اتقال عليه اللي اتقال عليه عشان العلاج. علشان ينقل صحيح العلاج، صحيح ولم يحدث من حسام حبيب. تمام تمام فبالتالي التسريبات دي تسريبات مغرضه، ايوه وتسريبات وراءها شخص فاسد ورق جدا. شخص. اشكرك شكرا جزيلا، ناقد الفني استاذ احمد السماحي. خليني اطلع فاصل.